تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من أخيه جلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة وخلال الاتصال أعرب جلالة العاهل المغربي عن خالص عزائه ومواساته لحضرة صاحب الجلالة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء رحمه الله تعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم جلالته الصبر والسلوان وعبر جلالة الملك المفدى عن بالغ شكره وتقديره لجلالة العاهل المغربي على مشاعره الأخوية وصادق عزائه ومواساته في الفقيد رحمه الله